Hello everyone, this is Amr Asker, the founder of Ask Orthontics. اهلا بيكم في تيب جديدة من كويك Orthontic Tips Series. Episode number 2 هنتكلم فيها عن المجزيلري expansion. زي ما احنا عارفين عندنا 2 types of expansion, rapid expansion و slow expansion. بس الاول لازم نبقى عارفين امتى نعمل expansion. Expansion indicated لو عندي narrow maxilla, V-shaped arch, bilateral cross bite او unilateral cross bite مع severe crowding في المجزيلا. فدام قررت تعمل expansion لازم تختار هتعمل rapid expansion ولا slow maxilla expansion. الرابد expansion معناها ان البيشنت still growing patient, ولما بنتكلم على الجروث مع الاكسبانشن بنتكلم على transverse growth. انا عندي growth ممكن يكون anterior posterior, ممكن يكون transverse right and left, ممكن يكون vertical open bite او deep bite او normal growth. فبنتكلم على المجزيلا expansion بنتكلم على transverse expansion. Transverse expansion بيحصل له stoppage عند age around 15 to 16 years old, بيختلف بين الميل وبين الفيميل. بدل ما قررت تعمل سكيلتال يبقى الجروث ترانسفيرس لسه ما وقفش, نبدا نقرر ان احنا نعمل ماكسيلاري رابيد اكسبانشن. نبدا نختار هل هنعمل هاس ابلاينس اللي هو بروديوسد باي دكتور هاس سنه 1961, ولو ديس ادفانتج بتاعته ان هو بيعمل بريشر على البلاتال ميوكوزا لان هو تيشو توث سبورتد. فلما بيعمل بريشر على البلاتال ميوكوزا بيبقى بيعمل انفلاميشن وبيكون صعب على البيشنت الهايجين في المكان ده. الموست كومن ابلاينس بيعمل رابيد ماكسيلاري اكسبانشن هو الهايركس. هايركس اختصار هايجينيك رابيد اكسبانشن, بيتكون من جاك سكرو كونكتد بفور ستانلس ستيل بارز كونكتد في باندز على الفيرست بريمولر والفيرست مولر على البوث سايدز طبعا رايت اند ليفت. الفورس بتاعت الاكسباندر اللي هيعمل لي رابيد ماكسيلاري اكسبانشن لازم تكون كبيره جدا عشان تكون كابابل ان هي تعمل سبليت للبالاتال سوتشر. هنعمل فورس عالية جدا مرة الصبح ومرة بالليل. التيس مش هيلحق يحصل قدامها بون ريزوربشن, هتنقل الفورس للبون. اضعف حتة في البون بتاع المجزلة هو البالاتال فيوتشر ولسه ما حصلش ليه كومبليت يونيون, يبدأ يحصل له سيباريشن. السيباريشن هيتنقل ان هو هيعمل لي انتيريور ميد لاين دياستما, ابدأ استغل الدياستما ديت ان انا هعمل الاينمنت للتيس في المكان ده. ومن الحاجات المهمة جدا في البالاتال اكسبانشن ان انا هعمل اكسبانشن اوفر كوريكشن, انك تخلي البالاتال كاسب اوف ابر مولرز تعمل تاتش للبكال كاسب اوف لوور مولرز عشان هيبقى فيه تندس ان يحصل نسبه ريلابس قليله فنبقى في النورمال سايد. هنتكلم في الابسود الجايه عن الاكسبانشن بروتوكولز, هعمل اكتيفيشن امتى وازاي, فانتظرونا في ابسود نمبر 3.